الله يسامحك. من جديد اهلا بحضراتكم. هنلعب النهارده اكيد اللعبه هتكون مختلفه، لعب مع الستات مع خالد جواد. يلا انا هختار حاجه سهله. اربع كلمات دي يعني كلمه. ها اوكي دي كلمه ماشي. اول كلمه في. في برافو عليك. ماشي ماشي. في بيتنا رجل. لا طيب حاضر. ركز. ها تاني كلمة. في يوم في ليلة. حر. نهار. نهار. هوا. سخن. سخونة. صهد. حرارة. ضربة شق. في ال في الصيف. في الصيف. اه ايه اه في الصيف. ها ربع كلمة. حب. في الصيف بنحب. في الصيف بنعشق بنحب. لا حب. حب قلب. حبي حبيبي. حب. ماشي. ده مفيش اي هرسمها ازاي دي مصيبه سود. قرار. هعمل كده. حد بيقول لي اعمل كده. لازم. في الصيف لازم نحب. برافو عليك. يلا دورك. يلا تعالى يا خالد. ده انا. ايوه استنى بس احاول انا اكمل. لا والله أكمل. لا والله. اشكرك جدا. يلا كنت شاطر في المدرسه يا خالد؟ يا نهار ابيض. ابيض ايه؟ نفس الحادثه اللي على الدائري. لا ما كنتش شاطر خالص. كنت شاطر. كنت يعني شاطر في الرسم. شاطر في ال طب شاطر في الرسم في ده العربي. معناه انك هترسم حلو. ايه ده؟ شاطر العربي؟ في العربي. في العربي. في اللغه العربيه. انا دارس لغه عربيه كويس يعني. بجد؟ فده وان انا اكتب شعر واكتب موضوع تعبير. ده كان كنت كويس فيه. طب يلا كنت جايب كام في الثانويه العامه؟ يا نهار اسود. هو كده 74%. خليك في الاسود احسن. كان نفسي اخش فنون جميله. بس في فرقت معايا على 32% حاجه كده. 32%. خليني في الاسود. في اللون الاسود. كانت بتاخد كام فنون جميله؟ لا كانت بتاخد 91 92. مجموع كبير. كنت علمي ولا ادبي؟ ادبي طبعا. علمي ايه؟ علمي ايه بس؟ طب بص اختار اسهل فيلم كبدايه. ماشي. مش لازم بالترتيب. وانت قلت انك كنت شاطر في الرسم. كلمتين. كلمتين. ماشي. اول كلمه. طب ثانيه انا يعني هنرسم كروكي كده عشان ايه؟ دي ست. ثانيه. دي شاطر في الرسم. متاكد ولا اباجوره دي؟ ثانيه بس الحقي ده فستان فرح عروسه. ديزاينرز عروسه يعني تخينه. راقصه. راقصه والسياسي. راقصه والطبال. ايوه صح ما لحقتش. فين الواو؟ كنت عايزه ارسم لسه الطبله. ما بتكتبش بتاع الطبله. في واو. بس عامل طبله. برافو عليك بسرعه قوي. ماشي حلو. هيدي. هيدي. الدور على هيدي. ثانيه يا فندم امسح لك ال. طب دي سهله دي. طب انت كنت في كليه حقوق. ما عدتش ولا سنه؟ لا بالعكس بقى لما رحت بقى كليه حقوق بقيت شاطر. طالع بجيد. يعني كان فاضل لي حاجات بسيطه على الجيد جدا. طب ركزوا. ماشي. كنت بتمثل في مسرح الجامعه ولا كنت لا 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 ما كنتش بروح الجامعه كنت بشتغل. كنت تشتغل بقى كده بقى رانر ومش حاجات ليها علاقه بالفن ولا كنت تشتغل حاجات ما لهاش علاقه بالفن؟ اقول لكم اول حاجه نزلتها خالص على الفن. طيب والله هحكي لكم حكايه لطيفه. ممكن اقف كده صح؟ ايوه ماشي. انا وامير كرارة صحاب جدا من زمان واحنا صغيرين. فقلت له يا امير انا عايز امثل. فقال لي يا عم مصر كلها عايزه تمثل. قلت له يا امير سعيد مش عارف ايه. قلت له اديني رقم تليفون وانا اللي هتصرف. قال لي خد رقم تليفون ده كاستنج ايجنسي ناس حبايبي يعني وانا هايه روح عليهم. ماشي. فروحت لقيت المكتب في ناس كتير قوي وفي الشارع في ناس كتير فانا مش فاهم ايه ده. دخلت قلت الراجل اللي جوه صاحب الشركه يعني الايجنسي. قلت له انا ابن خالد امير كرارة. قال لي يا نجم ازيك عامل ايه؟ تعالى بكره الساعه 4 الفجر وهات معاك تيشرتين وبنطلونين عندك اعلان مع عمرو دياب. قلت له عمرو دياب؟ قال لي اعلان مشروب بقى. ماشي. فقلت له انا وسط ناس كتير. قال لي ايوه يا نجم يلا كلمني بكره الساعه 4 الفجر في ميدان مصطفى محمود هنتقابل وبتاع في المهندسين. طلعت اجري. حبيبي خالي كان عنده بقى ايه محل لبس غالي قوي في الزمالك. دخلت له قلت له خالو هناخد المحل كله. قال لي ليه في ايه؟ قلت له والله العظيم عندي اعلان بكره انا وعمرو دياب. والله
انت فاهم؟ فقال لي ايه ده انت مجنون يا ابني اعلان ايه بجد؟ وقعدت اشرح له بقى، قال لي خد اللي انت عايزه. خدت بقى لبس وروحت، قعدت استف حاجاتي الساعه 4 الفجر، كنت واخد تاكسي رحت، كنا يوم 3 رمضان انا فاكر. رحت واحنا داخلين على قدام مصطفى محمود الساعه 4 الفجر، لسه الاذان مأذن وبتاع ومفيش حد في الشارع خلاص. لقيت ايه صوت ايه؟ جمهور. قلت ايه ده، في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ رحت لقيت ناس كتير قوي وفي 14 اتوبيس. فانا كلمت بقى ايه حازم، قلت له يا حازم انت فين؟ يا نجم ازيك يا حبيبي، اركب في اي اتوبيس يلا. قلت له طيب فين عمرو دياب؟ انا مش لاقيه. قال لي يا عم اركب اركب اي اتوبيس. رحت راكب الاتوبيس، طلعنا على مدينه الانتاج الاعلامي، وصلنا الساعه 6:30. قعدنا نصور من 7:30 لغايه الساعه 6 المغرب. المغرب بنصور ايه؟ هقول لك، كنا بنعمل كده والله. بنعمل كده لعمرو دياب اللي هو مش موجود اصلا، فاهم؟ كان عمرو دياب موجود ودي دخلت بعد كده بقى الاستاذ عمرو. الاستاذ عمرو دياب جه نص ساعه ومشي. شفته؟ شفته. ما حسيت بيه وقتها؟ ما حسيتش، انا ما كنت رجليا مش انا حاسس برجلي مش حاسس بعمرو دياب. واحبطت يوميها ولا حسيت انه لا عادي يعني؟ لا هقول لك ايه اللي حصل. المفروض ادونا بريك عشان نفطر، انا ما كنتش عارف بقى اي، انا مش فاهم اي حاجه، مش فاهم. ومساعدين المخرج والمخرج بيصوتوا وبيصرخوا حتى عشان ايه، وانا بقى مجنون اعمل ايه؟ انا بابا حاضر اهو، بابا اضحك، مش فاهم حاجه، مش فاهم، انا ما اعرفش ايه ده وايه دول. فاول ما قالوا لنا بريك رحت رايح كده لقيت ايه في بوفيه. فما كنتش، قلت له لو سمحت عايز ازازه ميه اتفضل. رحت واخد ازازه ميه، كنت صايم. رحت قاعد في جاردن كده في جنينه، اول ما شربت رحت معيط والله. ما انا تعبان من السفر. بس جه واحد من الانتاج قال لي انا من الانتاج، مالك في حد ضايقك؟ قلت له لا ما فيش حد ضايقني ولا حاجه، انا عايز امشي. طب ايه اللي انا عايز امشي؟ انتوا ناس غريبه، انا عايز امشي. طب كلت؟ لا مش واكل من اكلكم، لا مش عليكم، انا عايز اروح. قال لي طيب يعني اعمل لك ايه؟ طيب قلت له لو سمحت عايز عربيه تطلعني بره، انا ما اعرفش انا فين. قال لي بص هو مفيش عربيات طالعه دلوقتي، الناس بتاكل وده بريك وفطار وبتاع، فانت لو مشيت كده على طول في يمين هتطلع البوابه اللي بره كده في يمين، ده 8 كيلو. يا حسره والله العظيم خدتهم ماشي 8 كيلو لغايه ما طلعت على البوابه. مش عارف ماسك الشنطه اللي فيها لبس خالي، هو مستني بقى لبسه يطلع مع عمرو دياب. اول حاجه جت كان ميكروباص كده، رحت موقفه ما سالتوش انت رايح فين، رحت راكب. دخلت نمت لقيته يا استاذ وصلنا. قلت له احنا فين؟ قال لي مايوتاي. قلت له تمام شكرا. رحت نازل تاكسي مروح على البيت. تاني يوم بقى رحت رايح الكاستنج ايجنسي ومكلم امير كرارة. قلت له كده يا امير كده يا امير انا عيط يا امير. قال لي خلاص انا هكلم لك الناس وبتاع. رحت بقى خدت اليوم ده كام بقى؟ كام؟ 40 جنيه. لا انت بتهزر. والله كان مبلغ يعني انا بالنسبه لي ده في 2006 15 سنة 40 جنيه انا كنت مبسوط. يلا نكمل، انا اسف. لا بس دي قصة جميلة جدا على فكرة. برافو والله. طيب هرسم لك حاجة. حاجة خاطر القصة اللي انت حكيتها دي. ماشي. الايه ليه هي دي قلتي ايه؟ عشان خاطر القصة اللي انت حكيتها دي. اوكي. كلمة. كلمة واحدة؟ شطان ده ولا ايه؟ ابليس. عفريت. جن. العفاريت. العفاريت عمرو دياب والعفاريت. العفاريت. اوكي. برافو. انا اللي هرسم؟ قول لي عملت ايه بال 40 جنيه وقتها هتفتكر؟ ولا فاكر، اتعالجت بيهم. جبت كريمات وحاجات كده رجلي مفقفقه. بس ما اتضايقتش يوميها، هي ما حسيتش انك قليل او الناس بتستهين بيك؟ لا هو اكيد حس بقهر. ولا حسيت ايه؟ لا ما كل الكلام دوت يعني اول يوم اما روحت قعدت مع نفسي كده. لا هو تحدي طبعا. يلا انا هتمرمط انا موافق. يعني هي كانت صعبه وعلقه وكنت كان في شك صدمه كده، بس لا انا هكمل. وما رحت تاني يوم عشان اخد ال 40 جنيه قال لي عندك اعلان تاني. رحت. قلت له هروح. فالاعلان جاب اعلان جاب اعلان. بالظبط. اشتغلت اعلانات كتير؟ اشتغلت كلها اكسترز. كلها انا مجاميع احدهما بيمشي ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا حتى. لكن يعني في ايام كنت بروح ما بعملش حاجه.
وتاخد ال 40 جنيه وتمشي. بالظبط يا جماعه شغلوني، يعني بروح لمساعدين مخرج، انا ممكن امشي كده، ممكن اعمل الحركه دي، يقول لي لا اقعد بس شويه. طب انا ممكن، طب انا عندي فكره. فكره ايه يا ابني؟ ده كرييتيف واعلان مكتوب و... انت وناس مين انت اللي بتدينا افكار؟ امشي يا فاسل انت. بس بصي بقى، هو في يوم الايام اللي بيكتب الاعلانات وبيكتب الافكار وبيكتب البرامج. ها ها كلمتين الف ولام. الف ولام ها. حاضر. قمر هلال قمر. يا لهوي ده قمر. معلش انا مش فاهماها بقى. القمر كف القمر. ها ضي القمر. والله غير لك. ها بص باب القمر. لا زي القمر. انا بعكسها. سد قفل. حيطة كبيرة. حاجز. حاجة بتحمي بتحجز. قصر. قلعة. يا جماعة مش عارفينه؟ بقى ما هي التمارين دي أنا مش فاهمة. اسويرة. صور. أسوار. الأسوار. أيوة بقى يا خالد. أسوار القمر. أيوة هو ده. انا انا ما اعرفش، انا قلتها كده وخلاص. خلينا احنا انبسطنا بيك جدا جدا. شكرا جدا. استمتعنا بحيث ان انت على قد ما تبان انه في الفيديوهات انه ان انت بس دمك خفيف، لكن الحقيقه ان انت عندك حاجات كتير تحكيها وابعاد كتير في شخصيتك و... وازمات كتير مريت بيها، وانا مبسوطه قوي قوي من اللي انت قلته. واضح ان انت بتراجع نفسك كل شويه. ودي حاجه مهمه جدا. معجبه جدا باللي انت قلته فيما يتعلق بالسجاير في الفيديوهات، انك مش هتعمل كده تاني. حاسس بالمسؤوليه، يعني انت حاسس ان الفيديوهات دي على قد ما بتضحك الناس لكن كمان انت مسؤول عن اللي موجود فيها. طبعا. بتراجع نفسك طول الوقت. اللي حصل لك من ازمات واضطرابات نتيجه الكتير من السوشيال ميديا، مبسوطه قوي ان انت قلته عشان ولادنا يتعلموا. بالزبط. تعلموا انه ما تستخبوش ورا ده زي ما انت قلت، لانه هتحصل مشاكل كتيره، واحنا نتعلم انه ما نسيبش ولادنا ونخلص منهم ونريح دماغنا. صح. فحقيقي احنا بنشكرك ان انت كنت موجود معانا. والله انا شرف ليا. مبسوطين بيك بجد. انا شرف ليا ان انا يعني كنت معاكم النهارده. يعني دي حاجه تتحط لي في السي في. والله دي حاجه كبيره بالنسبه لي، وانا كان نفسي اجي لكم من زمان. احنا كان نفسنا. شكرا ان انتوا اديتوني الشرف ده بجد. حبيبي يا خالد. واحنا انا شخصيا فرحانه جدا بنجاحك. طيب. ومبسوطه وبتفرج عليك، بحس بفخر كده لان احنا بدانا مع بعض. وكان لا انت يا نهار ابيض، ده انت وكانت رحله نجمه والله. وانا اكبر منك بكتير. لا والله خالص. لا 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 بكام شهر احنا قلت. بدات معانا. واتمنى يا رب اشوفك بتحقق كل احلامك، واتمنى اشوفك نجم كبير وممثل مهم جدا ان شاء الله. شكرا. نورتنا يا خالد. ثانك يو. شكرا. باي. شر. نشوفك على خير يا حبيبي ان شاء الله. لغايه ما نشوفكم في حلقه جديده، تصبحوا على الف خير. باي.